للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من بغداد محمد فراس. محمد، ضعنا في صورة ما يجري الآن في مجلس في البرلمان حتى هذه اللحظة. نعم، الساعة 11:30 صباحا عقدت الجلسة بعد تأخير نصف ساعة لاكتمال النصاب بحضور وزير الدفاع جماعة ناد ووزير الخارجية فؤاد حسين وعبد الأمير يارالله وعبد الأمير الشمري. رحب مجلس النواب بالحضور واستأنف المجلس وبدأ المجلس جلسته الأولى التي افتتحها في الفصل التشريعي الثاني بموضوعة القصف التركي في مصيف دهوك. هذه الجلسة عقدت لهذا الموضوع حصرا، الآن مناقشات ومداخلات، وهنالك بحسب نواب توجه للضغط على رئاسة المجلس بموضوعة فرض عدد من القرارات أو إجراء عدد من القرارات والضغط على الحكومة لتنفيذها، ولربما ستصل هذه القرارات لقطع العلاقات التجارية السياحية السياسية العلاقات الدبلوماسية أعني وما إلى ذلك. الأمر جاء بعد الاستهداف الأخير قبل يومين في محافظة دهوك والذي راح ضحيته وأصيب على إثره العشرات من المدنيين العزل. الجلسة الآن مستمرة بحضور المذكورين ومناقشات، وهنالك مداخلات أيضا ستكون لعدد من النواب وليس بالعدد القليل، هناك عدد كبير من النواب لديهم مداخلات ومناقشات، وكما وصفوها بأنها بعيدة كل البعد عن المجاملات. نعم، طيب محمد، يعني خلال دخول أعضاء البرلمان ألم تستطع الحصول على أي تصريح عن ما ممكن أن يحصل داخل هذه الجلسة؟ نعم، استطعنا الوصول إلى عدد من النواب والحديث معهم، أبوا التصريح لنا في شكل مباشر لكنهم تحدثوا معنا حديث جانبي، أبوا الحديث من أجل تأجيل الأمر إلى مرحلة القرار أو صنع القرار والتصويت عليه في مجلس النواب، ومن ثم بيانه بشكل رسمي عن طريق وسائل الإعلام للجمهور. لكن تحدثوا معنا وقالوا بأن هذه الجلسة ستكون فيها مجموعة من القرارات الملزمة والتي ستصل كما ذكرت إلى قطع العلاقات مع جارة تركيا إثر ما فعلته أو إثر الهجوم الذي طال المدنيين في محافظة دهوك. بالتالي وأيضا يعني ستكون في هذه الجلسة نقاشات كما وصفوها بأنها حادة لا تحمل أي نوع من المجاملة، كون الذي حدث ليس بالهين، والذين أصيبوا هم مواطنين عزل لا علاقة لهم بالأمن ولا بالسياسة، فقط ذهبوا للترفيه وللتنزه في مصايف دهوك. بالتالي حادثة أصبحت رأيا عاما وهي مؤلمة أيضا للعراقيين بشكل عام، ألمت العراقيين أجمعهم ووحدت الرأي السياسي اليوم والصف السياسي داخل البرلمان. وسنطلعكم في حال لو كانت هنالك مستجدات أيضا ولو كانت هنالك قرارات مهمة، والتي وجلسة اليوم أيضا لن تخلو من القرارات المهمة في هذا الموضوع. نعم، محمد فراس مراسلنا من بغداد كنت معنا، شكرا جزيلا لك.